السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ناخد مع بعض ازاي ان احنا نقدر نضيف موقع لكلاود فلير عشان نساعد على ان احنا يعني يزيد مستوى الحماية بتاع الموقع، كمان يفتح بسرعة عشان كلاود فلير بيوفر لنا CDN فري، وفي نفس الوقت لو انا الموقع بتاعي مفهوش SSL اللي هي شهادة الحماية، فأنا أقدر في نفس الوقت إن أنا أوفر للموقع لو أنا مش شارياله شهادة حماية إن أنا أحط شهادة حماية مجانية لمدة سنة، أو أنا شايفة من وجهة نظري إن هي بتبقى مدى الحياة. ف يلا بينا نبدأ وهنجرب إن احنا نضيف الموقع ده مع بعض. بندوس الأول كلمة Add Site ونبدأ نحط الويب سايت ونقوله اد سايت. انا بشتغل بضيف موقع من نيمشيب او دومين من نيمشيب، بيديني كذا خطة مدفوعة ودي الخطة المجانية. بدوس على فري كونتينيو وبعد كده هو هيبدأ يطلب مني ان انا اضيف النيم سيرفر بتاع كلاود فلير. طيب كل ده هو كده بيبدأ يتعرف على الموقع ويضيف فيه كل الحاجات الخاصة بالـ DNS بتاعه، وهيبدأ هنا يقول لي ضيفي الـ DNS بتاع Cloudflare. فهنعمل ايه؟ احنا دلوقتي لو احنا واقفين على الداشبورد بتاعتنا كده، مبدئيا لو دي اول مرة تشوف فيها قناة معلومتي تكنولوجية تقدر تشترك معانا لو حبيت، وتضغط على زرار سبسكرايب الاحمر وتفعل الجرس علشان يصلك جديد الفيديوهات. ونبدأ نشوف الموقع بتاعنا اهو، ونبدأ نقول له مانج. لما ندخل على نيم شيب، يعني ده كل ده شرح على نيم شيب، المرة هشرح لكم على جودادي. معلش عشان النت بطيء في مصر اصلا. هنيجي هنا عند النيم سيرفر، ودايما الديفولت لو انت مستضيف الدومين بتاعك او شاريه على نيم شيب، هي دايما الديفولت بتاعه هيبقى نيم شيب ويب هوستنج دي ان اس. يعني انت لما تيجي تشيل الموقع بتاعك من كلاود فلير عشان ترجعه للنيم سيرفر بتاع نيم شيب، هتظبطه على الاوبشن بتاع نيم شيب ويب هوستنج دي ان اس. طيب احنا هنفتح هنا وهنختار كاستم. ليه بقى؟ عشان احنا المفروض نضيف الـ DNS الجديد بتاع كلاود فلير على هنا على نمشي. هناخد اول نيم سيرفر ونحطه، وبعد كده ناخد نيم سيرفر رقم 2 ونحطه ونضغط على علامة الصح. كده احنا ضفنا النيم سيرفر بتاع النيمشيب، وخلاص كده احنا مهمتنا انتهت. بالنسبة للنيمشيب بيقولك ان ايه، يعني في خلال 48 ساعة هيكون النيم سيرفر بتاعك اتغير. طيب نقول له دن وتشيك. نبدأ بقى اول خطوة، نقول له جيت ستارت. اول حاجة اهو دي الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، لو انا ما عنديش شهادة حماية للموقع بتاعي لسه اسأل، اخلي العلامة دي اللي هي تبقى مقفولة كده اخليها اوبن، وبعد كده اقول له سيف. نمشي الخطوة اللي بعدها اهي اولويز برضو اللي هي HTTP، ان انا خليني استخدم دايما شهادة حماية باستمرار. سيف. بعد كده بقى ايه الماينيفاي؟ ماينيفاي ده هو ده الجزء المهم جدا اللي بيخلينا زي ما تقول ايه، بيضغط كل ملفات الجافا سكريبت والسي اس اس والاتش تي ام ال اللي هي بتاخد مساحة من الموقع بتاعي وبتبطئه. طيب ونقول له سيف. بعد كده البورت لايت ده برضو نخليها اون ونقول له سيف. بعد كده هو بيقول لك سامري ان احنا عملنا اون لكل الحاجات دي، نقول له فانش. طيب لو انا عايزه اعلي الحمايه بتاعه الموقع بتاعي عشان مثلا الهجمات بتاعه الدي دي او اس والحاجات دي، ممكن ان انا اقول له تشيك. طيب لو انا عايزه اتحكم في ان الحمايه بتاعتي تبقى نص نص، بقفل ده كده وببدا اختار مثلا ان هو يبقى ميديوم، تمام، واقول له اوكي. طيب
احنا دلوقتي نستنى شوية ونرجع نقول له check name server. هو المفروض ان هو يبعت لنا ايميل كمان شوية. هو بيقول لك في خلال 48 ساعة بس، هو يعني ممكن خلال ربع ساعة ويبدأ يبعت لنا ال ايه ان هو خلاص ضاف الموقع بتاعنا في الكلاود فلاير. طيب الاي بي اي ده احنا بنحتاجه في ايه؟ لو انا عندي مثلا اي مثلا اداة من البلجنز اللي هي بتضاف خاصة بالسبيد، ممكن يطلب مني الاي بي اي بتاع الكلاود فلاير علشان يتعرف على السي دي ان الفري بتاع الكلاود فلاير. طب ومهمة السي دي ان دي ايه؟ ان هي تخلي الموقع بتاعك يفتح لأقرب مكان للعميل بتاعك، وبالتالي الموقع ما ياخدش وقت كتير في التحميل. الاوبتمايزنج والقصة دي كلها بقى من السبيد بتبدأ تظهر معانا تدريجي لما الموقع بتاعنا يبدأ يضاف جوه كلاود فلير. في ناس بتفتح الجزء ده بس لو أثرت على إمكانيات الموقع بتاعك ممكن تقفلها. الروكيت لودر دي بتساعد برضو على إن الموقع بتاعك يفتح بسرعة. وبكده أكون أفدتكم إزاي إن إحنا نقدر نضيف موقعنا في الكلاود فلير، والكاشينج والأوفر فيو بتاعه هيبدأ يظهر تدريجي، ممكن بعد 24 ساعة يبدأ يظهر الترافيك والكاش وكل حاجة تخص بالسبيد والأوفر فيو عموما لما الموقع يضاف بشكل متكامل. هنا في الدي ان اس لو انت مثلا هتضيف اي سب دومين فرعي، مثلا يبقى مثلا ستور دوت مثلا زد جولري بازارز مثلا، هتبدا ان انت تضيف الموقع بتاعك مانوالي او اي ريكورد انت محتاج تضيفها، اي ريكورد او سينم او اي ريكورد زياده تانية هتبدا تضيفها من جوه الكلاود فلير مش من جوه النيم شيب. لان الحكايه دي كانت بتقف قدامي كتير جدا ببقى مش عارفه ايه سببها، بس في النهاية كنت لما اتكلم الدعم الفني بتاع نيم شيب كان يقول لي لازم تضيف مثلا الريكورد دي مثلا عندك في الكلاود فلير. وبكده اكون افدتكم في ازاي ان احنا نضيف الموقع بتاعنا في كلاود فلير. اشوفكم في فيديو جديد، كان معكم زيدي حسن من معلومتي تكنولوجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.